عيالنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم ويسعدني أن ألتقي اليوم معاكم في القرية التراثية، في أسواق القرية التراثية والأسواق القديمة اللي عاشوها الآباء والأجداد بحرين الأول أيام الطيبين، مثل ما أنتوا الحين بعد طيبين. تعالوا نتعرف على الأسواق في ذيك الحقبة من الزمان. عيالنا، اليوم نتكلم عن الأسواق في البحرين والحين أيام الأول، علشان أقرب لكم الفكرة. إني مثلاً المنامة تي بلدية منامة، دلتوها بلدية المنامة، تبي سوق البحرين ما دش باب البحرين، تروح زيدة شوي بتحصل بلدية المنامة. خل بلدية المنامة في ظهرك وتعال على الجنوب تمشي 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 تمشي، قدامك تحصل هني سوق الأربعة. كل سوق ليوم، وسوق الأربعة يبيعون فيه كل شيء، دياي، غنم، طيور، منتجات مال النخلة، سعف، كل شيء يبيعونه، كل شيء في السوق هذا. على يسارك في سوق يسمونه سوق كله يبيعون فيه الخضرة وغيره، بعد موجود سوق الخضرة؟ خضرة أي السوق. وبعدين تروح شوي قدام تحصل سوق التناكة ولا الصفافير اللي يسوون مسامير ويسوون أدوات حق السفينة، حق البوارة، المرشدها، وكل الأشياء الحديدية يصنعونها هناك. بعد سوق الصفافير من وراء هني سوق المقاصيص، وحنا بنتكلم اليوم عن سوق المقاصيص. أبي أسألكم حتى سوق المقاصيص يعني شنو؟ يعني شنو المقاصيص؟ يعني مقاصيص شنو؟ ايش معنات مقاصيص؟ يعني مقصوص، يعني ما عنده بيزات، والله مقصوص الصين، والله شلون؟ الو، يعني مثال الحين باخذ لي راديو في سوق المقاصيص يكون ب 3 دينار، اما برا يكون ب 20 دينار. ايه، فيعني هذه والمقاصيص بعد تقاصص. شلون تقاصص؟ يعني قال لك الحين مثلا 3 دينار، تقول لا بس بدينارين، قال لك لا ما نسي خلي بي دينارين ونص. يعني المفاصلة بالسعر يسمونه مقاصص. وأكثر شيء سوق المقاصيص يوم الجمعة عادة، وكل الناس تروح له لأن فيه أشياء رخيصة. كل شيء موجود في سوق المقاصيص، مثل مقاطع الرديوات، تلفزيونات، الثياب، كل شيء يخطر على بالك تروح هناك، أشرطة، مرشقال، كله موجود هناك سوق المقاصيص. في منطقة كانت ضيجة لكن الناس كلها توصل له وتشتري الأشياء الرخيصة. هذه سوق المقاصيص. وبعدين الحين اللي يبي يعرف عن سوق المقاصيص، بنحط لكم حلقه عن سوق المقاصيص، لكن اذا تبون شيء تشوفونه على الطبيعه، لو تروحون مثلا مدينه عيسى السوق الشعبي، السوق الشعبي يشبه سوق المقاصيص ويشبه سوق الاربعه. الحين خلينا نشوف سوق المقاصيص. عيالنا، بعد ما شفنا سوق المقاصيص وقلت لكم عن سوق الأربعة، وقلت لكم عن سوق، في عندنا سوق الجمعة عندنا موجودة حاليا، في سوق الخميس بعد. فكل يوم حاطين اسم حق سوق معين، حتى برا
في الخليج وغير الخليج، حتى في الدول الأوروبية سان ديمارك تمروي كلها يوم معين. المهم احنا عندنا كلمات قديمة كنا نقولها وكانوا يقولونها، أبيكم أنتم تعرفونها ولا لا، وإذا ما تعرفونها بنقول لكم معناها. سمعنات قالوا هذه كراني، تفضل. يعني هاي الشخص كرمني؟ لا كراني مو كرمني، كراني كراني. يا الله كنا هنوف تعرف يعني. تفضل يا هنوف. يعني رخص رخص لي الغرض؟ لا. أو ضيفني؟ لا لا، الكراني مو له علاقة بالسوق. أي واحد يقرأ ويكتب يسمونه كراني، وعادة يحط له قلم هني بعد يعني إنه هو أنا عارف أكتب وأقرأ يسمونه كراني. زين ثاني يقول لك إذا واحد ما عنده بيزات يقول على الحديدة، وساعات بعد يطلع مخباه خالي ما في شيء، معناها إنه هو على الحديد، هاي معناها. زين يقولون هذه إنسان تاير، إيش معنى التاير؟ هنوف يعني غني، يعني غني عنده فلوس وايد، تاير تاير مو تاير مال سيارة، عبر تاير يعني تاجر. أيوة زين يقول لك أنا بروح الحفيز، الحفيز عاد هلا مترفعين وهاي ها قولي يعني مقربة شيء في السوق، محل إيه قريب عن المحل مكان. إيه الحفيز هو المكتب، أنا بروح الحفيز يسمونه الحفيز مكتب. زين عندنا عندنا أقشر، أقشر قشيشر مر أقشر، هذه وجهه أقشر، هذه كن أقشر. تفضلي. مشبوه يعني هاي وايها مشبوه؟ لا مو مشبوه، أقشر. شيخة أملح؟ مو أملح أجلح. نوف غريب؟ لا عبد الله أقشر يعني أنا بقول لك بسهل لك شوي، هذه أقشر وهذه وايها سمح، هذه وايها سمح يعني حليه وابتسم، وهذه أقشر. ايه تفضل عبد الله. وايها مو حلو وشيطان وكذب يعني مو زين. لا هو يعني وايها ما يشجع انك تسولف وياه وشيء، يعني ما يشجع انه اقول له مثلا تعطيني هذا الشيء والله تبيعني، لا اكشر لك تي حق مثلا الريال الطيب ولا ها وايها سامح هذه اكشر وهذه وايها سامح. زين تقول هذه تنديل، هذه يشتغل عامل لكن هذه تنديل، هذه عامل هاي تنديل أبوي. إن مثلا هاي عامل وهاي مدير يعني أرفع مستوى، يعني أرفع من العامل، هم مدير لكنه مسؤول عنه، بيسمونه تنديل، هاي تنديل يعني أرقى من العامل شوي. الحين خلنا نرجع إلى قصة اليوم. صلوا على النبي محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. عيالي القطتين والثعلب، دائما الثعلب في القصص كله يبينون لنا شنو؟ ماكر خبيث يخدع خداع وغيره. إيه يعني اذا تبي يحكم بينك ما تروح حق الثعلب، يعني بيقص عليك وبياخذ شيء له. فكانوا قطوتين متهوشين على قطعه جبن، يعني لازم سمج؟ لا ما جبن، يعني كمان الأول يكلون جبن أو في بلد يكلون جبن ما بس سمج. المهم على قطعة جبن، هل نقول على سمج؟ إيه لا 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 سمج ما تصير، سردين سردين. لا 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 قطعة جبن، هاي تقول مياو ليه، وهاي تقول لا مياو ليه، آه مياو، بتهاوشون بتضاربون، شو يقولون؟ مياو وتفتن وظهرها يتقوس الشكل وشعرها يوقف دائما القطوة لين ما تغضب وترفع ذيلها اللون ما له واش يعني. قال ترى تقول الواحد القطوة تقول حق ثاني ترين أنت لا خل ليش تناوش ليش ما هو ثعلب نروح نقول له يحكم بيني، قطع القطعة الجبن نصلي ونصلك. قالت إيه يلا ثعلب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ثعلب، انت طيب انت حليو واحنا متهوشين على قطعة الجبن، يا ثعلب قصصها بيننا.
نص لي ونص حق القطوة الثانية. قال ها عندكم ميزان؟ قال له لا. قال أنا عندي الميزان. جاب الميزان قام وقص واحد عودة واحدة صغيرة وحطهم في الميزان. طبعا العودة نزلت والذيك طلعت فوق. سوى قام قص من العودة وكلها وصارت صغيرة. وزنهم اللي كانت صغيرة انزلت. قال أوه لا ما يصير. خذ اللي انزلت وقص منها وكلها. قامت ارتفعت ليش انزلت. خذ اللي انزلت وقص منها وكلها. وشوي شوي 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 ولا الجبنة كلها خلصت. قال ليش هاللون يا فعلة ليش سويت فينا هاللون؟ قال يا هذه بعد ما صارت عدل. هذه ميزان وأنا ما أقدر أخلي الميزان واحد مرتفع واحد نازل. عيب حرام. التفتوا القطوتين حق بعضهم بعض وقالوا شفتي لو إحنا متحاسنين وجاسمينهم بيننا نروح حق الإنسان الظالم. يعني معناها لا تروح للإنسان الظالم وتقول لا يحكم لك. تروح للإنسان عادل. لذلك يحطون القضاة ناس عادلين عشان يحكمون بين الناس بالعدل. عرفتوا الحين؟ شو رأيكم الحين نروح ونشوف هاللعبة الشعبية؟ زين عيال الحين نبي نصحصحكم شوي انتو واللي قاعدين بالعم التلفزيون. امثال ما الاول او الغاز ما الاول يقول لك طاسه على طاسه في البحر ركاسه. ركاسه يعني راكسه تحت في البحر. شنو اللي راكسه تحت؟ ها البحر تحت راكسه شيء يصيد سمك. تفضلي. القرقور صح. حيوها بكلام بكلام. زين طير انطار في البحار لا له ريش ولا منقار. يا النوف زباد البحر. زباد البحر صح. حيوها حيوها حيوها. الحين بنقول لغز لكم وحق المشاهدين. صعب شوي للصغار والكبار. فتحوا مخكم زين. عندنا أرنب. أرنب قصينا الأذون اليسار وقصينا ريله اليمين. شو يطلع؟ فكروا فكروا على بال ما تفكروا أنت وعيالي. شو رأيكم الحين إحنا نطلع عندكم شوية ونشوف سوق الدلالوة. شنو سوق الدلالوة؟ الدلالوة شلون؟ يدلل. هذا يدلل. يقول يدلل على شنو؟ يدلل على بيوت، يدلل على سيارات، يدلل على مجموعة أغراض. يصوت 25 قال هذه 30 قال هذه 40 قال له 45 لين يبقى السعر على شو واحد يقول له تفضل خلاص طاح عليك. هذا اللي يسوي هاللون يسمونه الدلال. خلينا نشوف هاللقطة وهال الكلام الحلو اللي يقوله عبد الله ملك عن الدلال. مشكور وايد ان شاء الله يا جبال البيت.
لازم لفت وطوف عندي لك شي غالي جرب قايس وشوف قمصان أمريكية والأمريكي معروف جواتي لندنية والبوت فيه موصوف قمصان أمريكية والأمريكي معروف جواتي لندنية والبوت فيه موصوف تحفي يابانية أحسن من غزل الصوف تحفي يابانية أحسن من غزل الصوف لا تتلفت وطوف جرب قايس وشوف شوف لا تتلفت وطوف جرب قايس وشوف ها عيالي نصين لأذن اليسار وريلة اليمين شي يطلع من عرف منكم انتوا عرفتوا صح اللي قال يطلع دم صح شفتوا حيرتكم احب نرجع عيالي الى بعض الكلمات اللي كنا نقولها في الالعاب اول لما بنلعب لعبه الخشيشه والله شيء نقوم نعد نقول يعني سادي بادي سي يعني واقفين الحين 10 والله 12 قول سادي بادي سيد احمد البق دادي هو لو هوب لو هوب يطلع حافظينها قول مع بعض سادي بادي سيد احمد البق دادي هو لو هوب يطلع اللي عقبه عندنا بعد اكره بكره قال لي ربي عد العشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمان تسعة عشر بعد نقولها غير نقول عكرة بكرة قال لي ربي عد العشرة واحد اثنين ثلاثة توميرا أي عكرة بكرة عد العشرة واحد اثنين ثلاثة توميرا كتو امبش نابش تين تماتن دوس وها انجليزي يا مرسي ها عرفتوها اكرا بكرا قال لي ربي عد العشرة واحد اثنين ثلاثة ميرا كتو امبش نابش تين تماتن دوس حفظناها لان اول نلعبها لا بازيلكم من الشعر بيت كان عندنا في الفريج واحد صبيه الشكل عماني من عمان اللي يقول لا انتو بعد احنا عندنا في عمان نقول شيء ثاني قلت له شو تقولون؟ قال لي واحد تنينة ثلاثة برعا حديثا قل لي بلاب الكافر نافر تر هذه الموضوع يلا اللي بيحفظها لا جائزة أي ثالثة واحد اثنين ثلاثة برعا حديثا قل لي بلاب الكافر نافر تر واحد تنينة ثلاثة برعا حديثا بلي بلابل كافر نافر تر صعب طبعا صح واحد اثنين ثلاثة عرفتنا برعا حديثا بلي بلابل كافر نافر كافر نافر تر فر عيالنا هذه كانت آخر فقرة عندنا في برنامجنا أتمنى أنكم استفدتوا من كل شيء قدمنا لكم ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة والحين أقول لكم إلى اللقاء ومع السلامة.